وسهلا بيكم في حلقه جديده من بوكيمون اكس شايني راندمايزر ناسلوك تشالنج. انا بروفيسور ببع من قناه بوكيمونيان، واتاخرت عليكم جدا في ان احنا نكمل رحلتنا في اقليم كالوس في خلاط البوكيمونات الشايني، بس ده كان بسبب ان كان في موجه اخبار كبيره جدا على القناه، واتمنى ان انتم تكونوا استمتعتوا بالمحتوى ده. وطبعا لو ده حصل بفكركم ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، وتفعلوا زر الجرس عشان ما تفوتكوش اي حاجه محتوانا، وهبقى متشكر جدا لدعمكم. وطبعا قبل ما بنبدا حلقاتنا في اقليم كالوس دايما بنراجع على فرقتنا اللي المفروض ان دول هيكونوا الفريق بتاعنا لمواجهه الاليت فور والشامبيون معانا: ياتي، الاباما سنو، بابلز، السايزميتود، ارتوديتو الماجنزون، ليزاردون الشاريزارد، هاتي الامبريون، وغودزيلا التيرانيتار. قبل ما ندخل على الدوري بصراحه انا حبيت اوريكم انه الفرقه هتبقى مكونه من السته دول. وطبعا لو فاكرين الحلقه اللي فاتت اللي هي بقالها كتير قوي عدى عليها وقت، كان يعني حصل لنا كده وعكة صحية مع الكلير بتاعتنا وفقدناها للأسف في الطريق بتاع الفيكتوري رود. وطبعا دلوقتي أنا زي ما أنتوا شايفين هدرب فرقتنا أنها توصل لليفل 66 كلهم علشان يبقوا متساويين في الليفلات، ونخش ضد طبعا الاليت فور والشامبيون، وإحنا يعني مستعدين إن شاء الله. أنا اشتريت برضو شوية فول ريستورز على ماكس بوشن، على شوية حاجات كده بس ترجع من الـ HP بتاع فرقتنا في حال ان هم فقدوا الكثير من الـ HP، وكده احنا نبقى جاهزين لمواجهة اهم واكبر تحدي في اقليم كالوس. وزي ما انتوا شايفين شكل البوكيمون ليج من برا فخم قوي، عظيم قوي، بس ان شاء الله احنا كمان مستوانا يبقى فخم وعظيم. وطبعا بما اننا يعني احتمال تكون الحلقه دي الاخيره او قبل الاخيره على حسب الوقت اللي هناخده في الاليت فور، حبيت اسالكم طبعا لو دي الاخيره يعني ايه احلى بوكيمون مسكناه خلال رحلتنا في اقليم كالوس. اتمنى ان انتوا تكتبوا الاجابه في التعليقات تحت، واتمنى ان انا اسمع منكم طبعا ارائكم. وتعالوا نشوف كات سين سريع جدا مع احد المدربين او المدربات. You're the illustrious Bebham, are you? Welcome at last to the Pokemon League. I am one of the Elite Four. People know me as the Fire-type Pokemon user, Malva. فمالفا بتقدم نفسها انه هي واحدة من الاليت فور، وبتقول لنا: Here in the Pokemon League, you'll encounter the four of us, the Elite Four and our champion. يبقى في خمس مدربين هنواجههم، أربعة منهم الاليت فور وبطل واحد للدوري. If you hope to meet the champion and challenge her here, you must first defeat the four of us. Do your best, because if you can't impress us with your real strength, you'll never get to battle her. فبتقول لنا خلي بالك انت لو ما هزمتش الاربع مدربين بتوع الاليت فور مش هتقدر تواجه البطلة. But it should be a walk in the park for you, right? The hero who destroyed Big Bad Team Flare. طبعا مالفا لو تاخدوا بالكم هي واحدة من اعضاء فريق فلير اللي احنا هزمناهم ويعني شتتنا شملهم، وهي متضايقه جدا من اللي حصل ده. فبتقول لنا يعني المفروض المباريات دي تبقى سهله ليك قوي لانك هزمت تيم فلير الاشرار جدا. وطبعا كانت العاب اكس واي هي الاولى من نوعها اللي بتسمح لنا ان احنا نختار الترتيب بتاع الاليت فور، بس يعني بما ان مالفا زعلانه مننا فانا هديها شرف المباراه الاولى. بس تعالوا الاول نختار مين البوكيمون اللي في المقدمة. يعني أنا بحب دايما أنه بما أن إحنا هنبقى بنخش ضد المفروض أن هي معاها بوكيمونات نارية، فليه لأ إحنا كمان ندخل بالبوكيمون الناري بتاعنا. وتعالوا ندخل البلايزنج تشامبر، الغرفة النارية، نواجه فيها مالفا اللي المفروض يبقى معاها بوكيمونات نارية. بس هنشوف الأول الغرفة طبعا تشتعل بالنيران. نيران الحمد لله ما تحرقناش، يعني النار ما تحرقش مؤمن. معلش حبيت اعمل نكته سخيفه قبل ما نبدا، بس عموما هنخش نكلم مالفا وهنلاقي انها بتقول لنا: Welcome challenger to my blazing chamber. اهلا بيك في غرفتي الناريه. I am Malva and I shall be your opponent today. انا هكون خصمتك اليوم. ونبدا اولى مبارياتنا ضد اول عضوه من الاليت فور مالفا بالبوكيمونات النارية. وطبعا هتبدأ بأول بوكيمون ناري جدا، هيبقى كرايوجن. بوكيمون من النوع الثلجي طبعا، يعني ده معناه ان احنا بدايتنا بالشايزر بتاعنا كانت بداية موفقة جدا. الحقيقة بفكر ان انا ابدأ على طول بالماجا ايفولوشن بتاعتي ونعمل بلايز كيك ضد البوكيمون ده، يعني ما يضرش
نعمل ميجا ايفولوشن بالميجا تشارزارد بتاعنا. وتعالوا نشوف البلايس كيك بتاعتنا المفروض انها تبقى وان هيت نوك اوت على الكريوجنال ده، لانه يعني ما عندوش دفاعات عاليه قوي بصراحه من الناحيه الفيزيكال على الاقل. ونبقى هزمنا اول بوكيمون مع مالفا. تعال نشوف بقيه الفريق. يا ساتر يا رب، جولم، وده معناه ان احنا هنحتاج ممكن حاجه زي ياتي الحقيقه، او حتى بابلز فكره احسن شويه، على اساس بابلز يقدر يعمل الهجمات المائيه بتاعته. طبعا جولم لسه احنا مش في الولا، فما هواش الكتريك كوراك. هو الكتريك كوراك الكتريك كوراك، ولكن هنا هيبقى الجراوند والروك تايب. والريزر شال بتاعتنا هتضرب على الجولم. من العادي جولم بيبقى معاه ستيردي، وبالفعل الجولم ده معاه ستيردي هيستحمل الهجمه بتاعتنا. وادي ايرثكويك، يعني انا نافع مش دامج كتير قوي الحمد لله، ما عملتش اكتر من 35% تقريبا. وهنشوف فول ريستور من مالفا. طبعا بما ان هي معاها بوكيمون معاها ستيردي تقدر تستخدم الفول ريستور بتاعها، بس احنا الايس بانش هتوصله لاقل من النص، وده معناه ان هي مش هتستخدم تاني الايتم دي. والريزر شال بتاعتنا تخلص على الجولم بسهوله. يبقى معاها لسه اربع بوكيمونات. طبعا كل المدربين بتوع الاليت فور هيبقى معاهم ست بوكيمونات، ويعني ده هيبقى عدد كبير قوي ان شاء الله احنا قده. فارفيتش هو البوكيمون اللي جاي، وده معناه ان احنا ممكن ننزل بR2D2، لان R2D2 يقدر يعمل حاجه زي ثاندر بولت ونتخلص من الفارفيتش. برضو احنا مش في جالار، فده مش جالاريان فارفيتش، هيبقى هو النوع العادي النورمال والفلاين. فادي ثاندر بولت من ناحيتنا. تعالوا نشوف ثاندر بولت هتعمل دامج قد ايه. المفروض انها تبقى وان هيت نوك اوت، لان احنا معانا الزاب بليت. ف يعني لو مشينا بخطوات ثابته زي ما احنا ماشيين كده ضد كل المدربين، ان شاء الله بنقدر نواجه الشامبيون النهارده ونخلص نختم الحلقات بتاعتنا. ولكن لو الموضوع استلزم بعض الوقت، فاكيد اكيد هنقسمها على حلقتين. هنشوف بس الداني الاول هتنزل ضدنا. ده البوكيمون الرابع من ناحيه مالفا، ومعها بادباس. كنا عم تعملش كتير قوي علينا، يعني ديداني مش اكتر بوكيمون قوي في الدنيا. سبيشال ديفنس وقع، بس ده مش مشكله قوي، لان دريل ران بتاعتنا هنا هتبقى وان هيت نوك اوت على ديداني. يبقى اتنين بوكيمونات الخامس والسادس، تعالوا نشوف مين هما. اول بوكيمون هيبقى جاليسنت، ومره تانية هنرجع لار 2 دي 2. الحقيقه ثلاث بوكيمونات بتوعنا تشارزارد وسايزميتود والماجنزون بتوعنا لغايه دلوقتي قايمين باداء مبهر جدا جدا ضد فريق مالفا. هنعمل ثاندر بولت مره كمان، ومن الواضح انه ليفل 66، يعني ليفل ملائم، لانه ما اعتقدش انه الشامبيون البطله اللي انا مش هقول هي مين الا لو انتم كنتوا عارفين طبعا، مش هيبقى معاها بوكيمونات اقوى من كده كتير. اظن اقوى بوكيمون معاها هيبقى ليفل 68 مثلا، حاجه زي كده. ديتو هو البوكيمون الاخير، واعتقد خلينا بR2D2. لو الديتو ده معاه امباستر دي هتبقى مشكله شويه، الحمد لله معهوش امباستر، فاحنا ممكن نعمل ثاندر بولت مره كمان. حتى لو هو عمل ترانسفورم علينا مش هيلحق يا عيني. وبكده نبقى هزمنا مالفا بالفعل دون اي خسائر الحمد لله. بدايه موفقه الفقره الاخيره من رحلتنا. فانتاستيك، اترلي فانتاستيك. I'll report to all the world of the news. I'll report to all the world the news of you and your Pokemon dominating the Pokemon League. I am a Holocaster star after all. Heh, I'm such a busy woman. Three more members of the Elite Four stand between you and the champion. Take that elevator there to return to the main hall if you're ready for them. فمالفا بتقول لنا يعني ما تنساش ان انا اللي بقدم الاخبار في الهولوكاستر، وانا هبلغ العالم كله بشطارتك. متشكرين يا ستي والله، يعني مش عارف اقول لك ايه. تعالوا نعمل فول ريستور على بابلز الاول، وهو البوكيمون الوحيد اللي اخد اي دامج على فرقتنا. واعتقد ان احنا ان شاء الله مستعدين لبقيه الاليت فور. احنا مفروض في دراسنا وفي سيبولت، ومش فاكر الحقيقه مين البوكيمون او مين المدرب الاخير. دراسنا معاها مفروض دراجون تايبس، والسيبولد معاه فلاد تشامبر، يبقى ده سيبولد. طيب يعني بما اننا داخلين المفروض انها الغرفه المائيه، فممكن نبدا بR2D2، خصوصا معاها هجمه زي بارتنج شوت، واللي
ممكن لو احنا نفذناها ندخل بوكيمون بسلام قصاد بوكيمون وقعنا من الستاتس بتاعته. بس تعالوا نشوف سي بولت هيبقى معاه ايه النهارده. طبعا دي الغرفه المائيه فلود تشامبر. هنشوف هنا الميه وهي بتنزل. يعني اظن الفلود تشامبر دي كانت موجوده كاحد الستيتس او الادوار الموجوده في اسمها ايه سوبر سماش برادرز التيميت اظن كده، مش متاكد قوي. عموما سي بولت نخش عليه وده تاني مدرب ونشوف هنقدر نهزمه في وقت قياسي زي ما عملنا مع مالفا ولا لا. No, I simply can't say. You there, young man. I have a question I must pose to you. Do you think Pokemon battling can ever be worthy of being called an art? هل تعتقد ان المباريات بتاعت البوكيمونات ممكن تبقى فن؟ اعتقد اه. Indeed. You see, cooking is the type of art that disappears as soon as it is completed. فبيقول انه الطبخ او الطهي يعتبر احد انواع الفنون اللي بتختفي بمجرد ما بتكون اكتملت طبعا الناس بتاكلها. Pokemon battles are the same. Even memories of sweet victory soon fade after the battle ends. يعني بيشبه برضو مباريات البوكيمون بكده، لانه بمجرد انتهاء المباراة حتى الفوز او طعم الفوز الجميل بيختفي مع الوقت. To devote yourself entirely to such a life made up of fleeting experiences that is truly artful. وعلشان تكرس نفسك لهذا النوع من الفن اللي بيختفي بالسهولة دي، دي حاجة عظيمة جدا. عموما سي بولت هينزل ببيوتي فلاي معهوش اي بوكيمون مائي. احنا برضو شفنا انه مالفا معهاش ولا بوكيمون ناري. فعموما اختيار الارتو ديتو هنا كان ممتاز، لان نقدر نعمل ثاندر بولت مرة كمان على بيوتي فلاي، واعتقد انها هتكون وان هيت نوك اوت. فبداية موفقة لنا، وهنشوف مين البوكيمون التاني مع سي بولت. طبعا يعني لو بوكيمون جراوند تايب هنبدل على طول. ارتو ديتو عايز يتعلم ماتل ساوند، بصراحة يعني مش هضيع وقتي معاها قوي. البوكيمون اللي جاي مع سي بولت هيكون فلايجون، وبالفعل ده بوكيمون جراوند تايب، وده معناه ان انا محتاج ان انا ابدل جدا لممكن حاجة زي ليزاردون، على اساس ان هو ممكن يعمل حاجة زي ايرثكويك او كده، وفي نفس الوقت احنا كمان نقدر نعمل الميجا ايفولوشن بتاعتنا ونتحول لدراجون تايب ونستخدم ضده هجمتنا الدول تشوب. تعالوا نعمل ده بالظبط ونشوف الميجا تشارزارد اكس مرة تانية على التوالي في المباريات النهاردة. يعني اعتقد ان هو هيبقى البوكيمون المفضل ان احنا نعمله ميجا ايفولوشن. ادي دول تشوب، تعالوا نشوف هتعمل دامج قد ايه. اول واحدة كادت انها تطيح بالفلايجون، والتانية كانت كافية. وهنشوف البوكيمون التالت مع سي بولت مين. ماشيين بخطوات ثابتة جدا. جولدك طبعا هنبدل مرة تانية، نرجع لار 2 دي 2. ولو انا ممكن نطلع لياتي، ليه لا؟ تعالوا نطلع لياتي المرة دي على اساس نقدر نستخدم حاجة زي الهجمات الجراس تايب او النوع العشبي. وتعالوا نشوف جولدك هنعمل ضده الهجمة بتاعتنا طبعا، الا وهي باتل دانس، مش كده؟ تعالوا نشوف فايت باتل دانس. طبعا للاسف مش هنقدر نعمل ماجا ايفولوشن. يا ساتر يا رب. روك كراكر دي هجمه قويه الى حد كبير، وزي ما شفتوا يعني كادت انها تضيع البوكيمون بتاعنا مننا. الحمد لله على الاقل تخلصنا من الجولدك. يعني انا عايز ان شاء الله اوصل للتشامبيون بالسلامه من غير ما نخسر ولا بوكيمون. كليفيبل هي البوكيمون اللي جاي، وده معناه ان انا مره تانية هرجع لارتو ديتو. يعني برضو المرة اللي فاتت اعتمدنا على ارتو ديتو وليزاردون وبابلز، المرة دي ارتو ديتو ليزاردون وياتي عاملين شغل عالي جدا. هنشوف هنا فلاش كانن طبعا من ناحيتنا، وان هيت نوك اوت طاحت بالكليفيبل تماما، ويعني شغل عالي قوي. بابلز ليفل 67 ده كويس جدا. طبعا بس العيب الوحيد ان احنا هنا ضيعنا ستيردي بتاعتنا. الاكازام هو البوكيمون اللي جاي، واعتقد ده معناه ان احنا ممكن ننزل بهاتي او جودزيلا. اعتقد الاثنين كويسين والله. خلينا بجودزيلا، خلينا بجودزيلا. انا خايف بس مش عايز انطق اسم الهجمه اللي ممكن تكون مع الاكازام، ولكن ممكن يبقى معاه حاجه زي فوكس بلاست، ودي يعني هتبقى مشكله شويه، خصوصا ان احنا بناخد وده ماجا.
وده ميجا يا جماعة، ميجا ألاكازام ضدنا. يعني اللعبة مبرمجة ان هي يبقى فيها هو بوكيمونات خطيرة شوية ضدنا. تعالوا نجرب نعمل نايت سلاش بتاعتنا سوبر باور. موجود ألاكازام، ميجا ما عندوش فيزيكال اتاك عالي جدا زي ما انتم شايفين، بالفعل ما اخدش يعني ما عملش دامج كبير. لو دي كانت فوكس بلاست بالتأكيد هتضيعنا بالتأكيد. فالحمد لله جت سليمة مع الميجا ألاكازام. وفي العادي المفروض ده بيبقى ميجا بلاستويد على ما اتذكر. اركيوبس هو البوكيمون الاخير، وده معناه ان احنا ممكن ننزل بيا اما بابلز او R2D2. اعتقد R2D2 هيكون افضل شوية، لان اركيوبس بيبقى معاه هجمات فلاينج وروك تايب، وعلى الاقل احنا بR2D2 بنضمن ان احنا بنتحمل النوعين دول من الهجمات. ما اعتقدش انه هيبقى معاه ايرثكويك، ودي هتبقى مشكلة كبيرة لو هو معاه بالفعل. هنسمي الله ونقول ثاندر بولت روك راكر مرة تانية من البوكيمون ده. مفروض انها متعملش دامج كبير علينا، اعمل الدامج مش بطال بصراحة، ولكن في جميع الاحوال تخلصنا من الاركيوبس ونبقى هزمنا سيبولت برضو دون اي مشاكل، ماشيين بخطوات سريعة جدا جدا في الاليت فور. اعتقد ده هيبقى معناه انه دي ممكن تكون الحلقة الاخيرة لينا مع بعض. devote yourself entirely so even that which will fade and disappear is ingrained forever upon your heart and mind. فبيقول يعني لو انت كرست نفسك لحاجة تماما حتى لو اختفت بعد وقت هتفضل محفورة في قلبك وفي حياتك. طبعا فول ريستورز لتلات بوكيمونات من فرقتنا بعد مواجهة ميجا ألاكازام بالسوبر باور. الحمد لله جت سليمة انها مش فوكس بلاست. فوكس بلاست بالتأكيد كانت هتضيعنا برغم من وجود الساند او العاصفة الرملية على ارض الملعب اللي بيجيبها او بتجيبها تيرانيتور جودزيلا، الا انه برضو فوكس بلاست هجمة قوية فيزيكال او عفوا سبيشل. وهنشوف هنا الأوضة دي، انا نسيت اقرأ اسمها ايه، بس يعني على حسب النوع او الالمنت اللي هيشتغل هنعرف. الستيل، ايوه افتكرت المدرب ده بيبقى معاه ستيل تايبس، المفروض معاه ايج سلاش، ولكن طبعا هنا احنا كل حاجه راندمايزد، كل حاجه مختلفه. نسيت اسمه للاسف، ولكن في جميع الاحوال تعالوا نحط بابلز في مقدمه الفريق. كل مره نغير كده من المقدمه بتاعتنا. وهنشوف هنا اظن اسمه وينفريد، ممكن اكون ان انا بألف هنا، بس تعالوا نشوف. Well met, young challenger. Verily, I'm Elite Four, famed blade of hardened steel, Wickstorm. With my magnificent Pokemon at my side, I will reveal the scope of trainer achievement. Let us both give our word that our contest shall be fair and honorable. Ready? On guide. فهنا المدرب ده هيبقى يعني بيمارسنا كأنها يعني مباراة بالسيف. يعني Wickstorm صاحب البوكيمونات الستيل تايب، ولكن طبعا هو مرة تانية مش معاه ستيل تايبس، معاه كريوجنال، ومش عارف ايه حكاية كريوجنال مع المدربين دول. بس في جميع الاحوال انا لازم ابدل، لانه ممكن يبقى معاه حاجة زي فريز دراي، ودي هتضيعنا لو اشتغلت بالفعل. ممكن ننزل هنا بجودزيلا على سبيل انه جودزيلا طبعا بتجيب العاصفة الرملية معاها، ونقدر نعمل حاجة زي روك سلايد ضد البوكيمون ده. فهنشوف بس هيختار يعمل ايه. انا متوقع ان هنشوف حاجه زي فريز دراي او بليزرد، حتى بليزرد مره تانية، ورغم وجود العاصفه الرمليه برضو الا انها ضربت. ماشي مفيش مشكله، احنا هنعمل هنا الروك سلايد بتاعتنا. مش متاكد اذا كانت الجودزيلا بتاعتنا هتسبق ولا لا، سبقت بالفعل الحمد لله. وهنشوف هنا روك سلايد بتخلص على كراجنن في ضربه واحده، ممتاز جدا جدا. يعني مرتين اتنين اليت فور يبدأوا بكريوجنال، دي حاجة غريبة شوية، غريبة بعض الشيء. ليزاردن بيوصل ليفل 68، وياتي يوصل ليفل 67، وبيش عارب هو البوكيمون اللي جاي بالفعل معاه بوكيمون من الستيل تايب اهو. اعتقد ان احنا يعني هنبدل جودزيلا، معهاش هجمات فايتنج تايب، ودي طبعا هي كل احسن حاجة ضد البوكيمون الستيل تايب. بس ممكن ننزل بتشارزارد ونعمل له ميجا ايفولوشن، مش هنغلب يعني. فهنعمل ده بالظبط، ليزاردون ينزل على ارض الملعب
من جديد وبشارب في المواجهة. هنعمل ماجا ايفولوشن ونعمل بلايس كيك على البشارب ده. تعال نشوف يعني لو معاه ساكر بانش دي ممكن تبقى مشكلة شوية لو معاه، بس نشوف الأول. بلايس كيك من ناحيتنا بالفعل بتضرب، وأعتقد هي تكون نهاية البشارب بسهولة شديدة، ونبقى هزمنا البشارب أخيرا. يعني عشر بوكيمون ده بيقلقني دايما، بخاف منه. بوكيمون قوي خصوصا بقى عنده تطور في ألعاب سكارلت وفايلت. جاستردون البوكيمون اللي جاي، طبعا ياتي هو أحسن بوكيمون لأن جاستردون جراوند وواتر زي البابلز بتاعتنا، فاحنا هنا ياتي نقدر نعمل بيه حاجة زي الباتل دانس بتاعتنا تخلص على الجاستردون في ضربة واحدة. جاستردون ويست ولا ايست؟ ده الويست ولا الايست؟ انا بنسى والله، اظن ده الايست، والله بنسى. عموما يعني كنا اتكلمنا عن الموضوع ده قبل كده، مين الجاستردون الاحلى، الزهري ولا الازرق؟ انا بحب الزهري عن نفسي، ما بحبش الازرق اطلاقا. كنا عملنا جدال كده على القناة عندنا. ارتيكونو البوكيمون القادم، وارتيكونو فلاينج و ايس، وده معناه انه جودزيلا هيعمل دامج جبار جدا جدا على ارتيكونو، وزي ما انتم شايفين هيبقى مع ويكستروم احد البوكيمونات الاسطورية. ف يعني الحقيقة الفرق كلها قوية لغاية دلوقتي، شديدة العظمة، ولكن احنا برضو مش متهاونين، احنا برضو مش متهاونين. روك سلايد من ناحيتنا ان شاء الله ضربت الحمد لله، وهتبقى وان هيت ناك اوت ارتيكونو كواد ويك، اربع اضعاف القوه بتاعه الروك سلايد ضربت هذا البوكيمون، وهيبقى ايجي سلاش. ده ايه الحظ العجيب ده، ايه الحظ العجيب ده؟ ايجي سلاش بوكيمون يخوف، ايجي سلاش بوكيمون يخوف، ولكن ممكن نواجهه بالليزاردون بتاعنا او حتى هاتي على فكره. ننزل الشايني امبريون بتاعنا لانه ما نزلش في ولا مباراه لغايه دلوقتي، ودي حاجه انا ما بحبش يعني انها تحصل، ان احنا في بوكيمون يبقى معانا على الفرقه من غير ما نستخدمه. فايجي سلاش بالفعل مع البوكيمون اللي قدامنا، هنعمل دارك فويد الحقيقه في محاوله مننا ان احنا نحط البوكيمون ده ينام شويه ونبدا الادوار القادمه نعمل حاجه زي نايت سلاش على الايجي سلاش، خصوصا ان هو كمان غير من الوضع بتاعه بقى في الستانس، او اللي هو وضع الهجوم، وساعتها بتبقى الدفاعات بتاعته ضعيفة جدا، ونقدر نستغل الفرصة دي في ان احنا نعمل حاجة زي نايت سلاش هنا، وهتشوفوا انها تعمل يعني اما كانت وان هيت ناك اوت، بالفعل وان هيت ناك اوت زي ما توقعت. فامبريون هاتي يعني نزل ودمر، نزل ودمر على طول. كريساليا البوكيمون الاخير برضو، امبريون هنا هو البوكيمون المناسب لمواجهة كريساليا، وهي البوكيمون الاخير مع الخصم بتاعنا ويكستروم. هتعمل تيك داون علينا الاول، يعني دامج بسيط جدا، ونقدر ان احنا نستخدم دارك بويد. نقول لها تصبحي على خير يا كريساليا، وهنستخدم على طول نايت سلاش. اظن اثنين نايت سلاش هيبقوا كافيين جدا في انها تقضي على الكريساليا دي. تعال نشوف بس الاول، الاولانيه تعمل دامج قد ايه، خصوصا لو عملنا كريتيكال هيت على الكريساليا هتبقى طبعا يعني بتسرع من الانتهاء منها. لا ده احنا هنحتاج ثلاثة، ده احنا هنحتاج ثلاثة بالراحة يعني. طيب مش مشكلة، تاني نايت سلاش معانا. كريساليا صحيت للأسف وعملت تيك داون مرة كمان، الحقيقة التيك داون بتاعتها مش بتعمل دامج كبير، فأنا مش ههتم بأن أنا أعمل لها دارك بويد مرة تانية، ونركز على أن احنا نعمل نايت سلاش. التانية كانت كريتيكال هيت وكانت بالفعل كافية في القضاء على الكريساليا، وده كان آخر بوكيمون مع ويكستروم، ونبقى استخدمنا هاتي في قضاء على اثنين بوكيمون على فريق الخصم بتاعنا. What now? What sweet glorious pain and joy and joy now rock my mighty heart. يعني من كتر السعادة هو قلبه بيترقص. My will which even Shakespeare. معلش يا جماعة، يعني بيقول which even Shakespeare's، طبعا في يعني شيكسبير احد الكتاب من زمان، trembles at so fine a battle as this. I am undone. مش قادر اقرا بقيت كلامه بجديه، انا اسف يا جماعه.
طبعا يعني محاولة من الناس اللي بتكتب سكريبت بتاع بوكيمون ان هم يضحكونا ونجحوا في ده بالفعل، ولكن انا بيني وبينكم 25 دقيقة هوقف لحد هنا وهكمل بقية الاليت فور والشامبيون الحلقة الجاية. اسيبكم على يعني اعصابكم شوية واشوفكم الحلقة الجاية على خير ان شاء الله. ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب، ولحد ما اشوفكم في الحلقة الاخيرة من بوكيمون اكس شايني نازلوك تشالنج. انا كنت بروفيسور بيبع من قناة بوكيمونيان، خلوا بالكم على نفسكم وسلام.